رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يستقبل وزير العدل الأمريكي إريك هولدر الذي حل اليوم بالجزائر. وبين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية التوقيع على معاهدة للتعاون القضائي والقانوني، ومحادثات شملت أفق التعاون بين البلدين في مجالات عدة. من تلفزيون الجزائر أحييكم مشاهدينا أينما كنتم، وأرحب بكم في النشرة الرئيسية لهذا الأربعاء. استقبل اليوم إذن فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير العدل الأمريكي إريك هولدر الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، وقد جرى الاستقبال بإقامة جنان المفتي بحضور وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي ووزير العدل حافظ الأختام الطيب بالعيسى. وعقب استقباله من قبل السيد الرئيس أدلى وزير العدل الأمريكي إريك هولدر بالتصريح التالي للتلفزيون للزميلة فيروز هرنوفا. تحادثنا حول عديد القضايا التي تهم البلدين والعالم بأسره وما تحتاجه الولايات المتحدة والجزائر لإرساء قاعدة لتمتين العلاقات. فالعلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة متميزة، لذا تحادثنا كأصدقاء وليس فقط كحلفاء بتبادل الآراء وجهات النظر في قضايا ذات الاهتمام المشترك. تطرقنا أيضا إلى سبل تعزيز علاقات التعاون في مجال العدل ومجالات حيوية أخرى. في الأخير أريد أن أعبر عن سعادتي بهذا اللقاء الذي كان مثمرا، ونتمنى أن يدعم العلاقات الثنائية بين البلدين. كما استقبل اليوم وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني وزير العدل الأمريكي إريك هولدر، حيث كان اللقاء فرصة للحديث عن ملفات التعاون بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. بوغال se trouve à 150 kilomètres au sud d'Alger. Il fait partie de l'une des de la centaine de plus de 100 camps et qui avait été ouvert durant la guerre de libération, la guerre d'indépendance. Dans ce camp, il y avait 1300 personnes qui étaient détenues. Environ 123, je crois, ont été assassinés sans jugement. Et parmi ceux-là, j'ai un ami, un compagnon de la guerre de libération qui a été assassiné ici il y a exactement 50 ans. C'était en avril 1960. Et la semaine prochaine, nous devons aller là-bas le recueillir sur, à sa mémoire. On m'a offert cette photo du monument aujourd'hui. Alors je vous l'offre. Notre héros de la résistance contre l'occupation coloniale, l'émir Abdelkader, qui a conduit la résistance durant 18 années. Les 18 premières années, les 18 premières années de l'occupation coloniale. Il est en anglais.
J'espère que vous pourrez le lire de temps en temps. Well, both of our nations are born of revolutions against colonial powers. Nos deux pays sont nés à partir des révolutions. He received gifts. Il a reçu ce, from President Washington. Ce cadeau. Il a reçu un, un cadeau du président Washington. These gifts were pistola. The gun, two gun pistol. Mm-hmm. They are exposed in our museum, National Museum. I see. Okay. Well, thank you, sir. Yes. I look forward to working with you. Thank you very much. Okay. Thank you. Compte bien travailler avec vous. Well, I think the purpose of this visit was to الهدف من هذه الزيارة هو توطيد العلاقات بين البلدين. الرئيس أوباما يقدر كثيرا هذه العلاقات وأيضا الشعب الأمريكي. نحن نواجه نفس المشاكل ولا نستطيع حلها إلا إذا عملنا سويا، سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو مكافحة مهربي المخدرات أو الجريمة الإلكترونية. لذا نحن نسعى من خلال هذه الزيارة لإيجاد سبل التعاون بيننا ولقائي مع وزير الداخلية إن صب في هذا الإطار حتى نجمع جهودنا للعمل سويا. أما فيما يتعلق بقرارنا سحب الجزائر من القائمة السوداء فهو عملي، وقد قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل مع الأشخاص مباشرة وليس الدول، وهي الطريقة الأنجع التي تسمح لنا بتحديد أي شخص يشكل خطرا علينا. العلاقات بين الجزائر وأمريكا جد قوية ومتينة، والمحادثات التي جمعتني بوزير الداخلية سمحت لنا بتوطيد هذه العلاقات أكثر. وبمقر وزارة العدل استقبل وزير العدل حافظ الأختام الطيب العيز وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر، حيث تطرق الطرفان إلى عدة مسائل ذات الاهتمام المشترك، كما تباحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع العدالة قبل أن تتوسع المحادثات لتشمل وفدي البلدين، ليتوج اللقاء بالتوقيع على اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي من شأنها دعم التعاون الثنائي في المجال القضائي وفي مجال مكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة. كانت الجزائر قد فكرت منذ أمد على ربط علاقة مع كثير من الدول، من الدول الأوروبية وكثير من الدول التي تعاني من هذه الظاهرة الإجرامية. فعقدت الجزائر لحد الآن أزيد من 85 اتفاقية ومعاهدة، زادت عن 43 دولة. للجزائر الشرف، كل الشرف أن هذه العلاقات الكبيرة تتوج اليوم بهذه المعاهدة، وستليها معاهدة أخرى واتفاقيات أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية. تعتبر الاتفاقية الموقعة اليوم إطاراً هاماً جداً للحصول على أدلة في القضايا الجزائية، فهي ستمكننا من تحقيق هدفنا المشترك، مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والخروقات الأخرى للقانون، وهذا من خلال تبادل المعلومات والأدلة بين بلدينا حتى نتمكن من تطبيق العدالة والقانون في حق الإرهابيين. أعتقد أن هذه الاتفاقية ستكمل التعاون المتنامي بين مؤسسات التحقيق في الجزائر وواشنطن، كما أنها ستمكن النظامين القضائيين من العمل معا بشكل عصري بتحين كل الإجراءات العقابية وبشكل فعال. ولا يراودني أي شك في أن تكون هذه الاتفاقية في مصلحة البلدين. من تلفزيون الجزائر قدمت لكم النشرة الرئيسية لهذا الأربعاء في ثامنة الغد. تلقاكم زميلتي فريدة بالقسام، أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.